في واقعنا المعاصر وتغشير المسلمين بأمور دينهم ودنياهم. إن الأمر مهم فيغني انتباهكم وأسمعكم، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب العالمين. All this due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him. We seek His help. We seek His forgiveness. And we bear witness there is no God but Allah. And Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah. May His and respected brothers and sisters. First and foremost, I would like to remind myself and remind you all to fear Allah subhanahu wa ta'ala. In our talk, in our action, in everything we do. Allah subhanahu wa ta'ala told us, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. In this three verses of the Quran الكريم سورة آل عمران سورة النساء سورة الأحزاب Allah remind us fear Allah fear Allah fear Allah. And the last ayat of the Quran الكريم Allah سبحانه وتعالى also commanded us to fear him. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. My dearest and respected brothers and sisters, to reach Allah will talk about something is very important for us in this time, which is the importance of social media. On our present time and the importance of social media to express our faith and to tell others about what we believe and to educate one another. أيها الإخوة الأكارم، كثيرة هي المؤثرات التي تؤثر في تفكير الإنسان. فهناك مؤثرات تؤثر في الأفكار، تؤثر في العواطف، تؤثر في الانفعالات، تؤثر في سلوكك. مؤثرات أخلاقية، مؤثرات اجتماعية، مؤثرات دينية. وإن أعظم المؤثرات التي تؤثر في الناس وتحرك هذا كله هو الإعلام. هو الإعلام يبث في الناس أفكار، إما يدعوهم إلى الإيمان ويدعوهم إلى فضائل الأعمال وإلى الأخلاق الحسنة وإما إلى غير ذلك، وكلكم تعلمون ما غير ذلك. فالإعلام هو يحرك الناس إما إلى الخير وإما إلى الشر. والإعلام صناعة موجودة منذ وجود البشرية على الأرض. والعرب قديما كانت لهم أيضا وسائلهم الإعلامية. كلكم تعلمون أن هناك معلقات سبع كانت تأتي الشعراء من كل مكان فينشدون أشعارهم، فإذا ما لاقى شعر أحدهم استحسانا من الكل كتبوا هذا الشعر بماء الذهب وعلقوه على أستار الكعبة المشرفة. كم هي عدد المعلقات؟ سبع معلقات.
أشهر ما أنتجته عقول العرب في البلاغة والفصاحة. أم بلقيس ترفض من العبد لبيد بن ربيعة وعنتر بن شداد كثير أم. أشهر هؤلاء سبعة كتبوا أبلغ الأشعار. وكانت العرب حتى قبل الإسلام هذا كله تجتمع في سوق كبير يسمى سوق عكاظ، فيأتي الشعراء يتبارون، كل منهم يتحدث عن أمجاد قبيلته. هذه وسائل إعلامية، هذه وسائل إعلامية، كان الشاعر هو وسيلة الإعلام التي يتحدث بلسان قومه. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة موسى عليه السلام مع فرعون. فلما أن جاء موسى بالآيات البينات قال الملأ من فرعون، قالوا أرجح وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. أرجح وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، ناس ينادون من كان عنده صناعة السحر فليأتنا. إعلام إعلام صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم معايا يا إخوة؟ يبقى الإعلام مهم. من قبل الإسلام هناك إعلام. مع نبي الله موسى إعلام. موضعين، موضع في سورة الأعراف 111 112 113 إلى 114 في سورة الأعراف. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. في سورة الشعراء 36 37 38 قال الله: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. بكيه؟ ساحر. معايا ولا؟ يبقى اول حاجه قال الله: قالوا ارجه واخاه وارسل، وبعدين ساحر. اما في سوره الشعراء قالوا ارجه واخاه وابعث، وبعدين ياتوك بكل سحار، يعني مشهور بالسحر. معايا يا شباب؟ صلى الله عليه وسلم. ايه ده كله؟ اعلام. ده كله ايه؟ اعلام 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 ينفخ في الناس بما يريدوا الحاكم. وروى ابن اسحاق في كتب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد بني تميم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا بشاعرهم وبخطيبهم. قال: يا محمد نتبارع، ان غلب خطيبنا خطيبكم كنا نحن الافضل، وإن غلب شاعرنا شاعركم كنا نحن الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان له خطيب. كان له إيه؟ خطيب. صلى الله عليه وسلم. ما اسم خطيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ثابت بن قيس. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه. ثابت بن قيس. خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاعر حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو حسن بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. طب ثاني من خطيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثابت بن قيس بن شماس. خطيب شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنهم جميعا. ما عرفتوا دول انا مخصصين كده. ده كله اسمه ايه؟ اعلام اعلام. بقول لك ابي سليم قال له تعالى نتبارك، الاعلام بتاعنا اقوى ولا اعلامك انت اقوى؟ فتكلم خطيب بني تميم فأفصح وأبلغ في الثناء عليه وعلى قومه ومدح مكارمهم وأفضالهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: قم فتكلم. فتكلم ثابت رضي الله عنه فكان يغدر كالجبل وبحر من العلم والمعرفة والفصاحة والبلاغة، وأخذ ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دافع يعني يدافع
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبرز محاسن هذا الدين حتى سكر الناس. يبقى هو حصل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. انتوا معايا ولا ايه؟ ولا بتتكلموا في ايه بالظبط؟ صح معايا. طب اقول يا حبيبي، يبقى شاءت خطيب بني تميم وخطيب النبي صلى الله عليه وسلم. فتحدث خطيب النبي صلى الله عليه وسلم فافحم خطيب بني تميم. فقالوا دع شاعرنا يتحدث. فقام شاعرهم فاحلى بابيات رائحه في المدح وفي ابراز فضائل قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: قم يا حسان فرد عليه، قم وروح القدس تؤيدك. فقام حسان رضي الله عنه وكانت له خصلة إذا اقتاز ضرب بلسانه طرف أنفه أرنب أنفه، ثم قال: لا يبقى هذا إلا المدافع عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اقطعه بمعنى البلد، يعني اقطعه لو ما عرفتش تتكلم. يعني انتوا معايا يا شباب؟ معايا خليكم معايا يا عربي شويه. الله عليك. يبقى خطيب النبي تحدث فابلغ، وشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم قام فتحدث فابلغ. فقال بنو تميم: تحدث خطيبنا. فغلب خطيبهم خطيبنا، وتحدث شاعرنا فغلب شاعرهم شاعرنا، ووالله إنا لنرى أنه دين الحق. فآمنوا جميعا برسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا معايا؟ في الدعاية الإعلام إما يوجه يمين إما يوجه شمال. إذا طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن إسحاق رحمه الله سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بدي تأتيشن سو دوت واز امبورتنت اوف ميديا ايفن بيفور ذا اسلام. بيفور ذا اسلام ارض تو برينج اول ذا بور بيبل اند هو سي ذا موست بيوتيفول بوت اند ويفر ويل بي تيك نمبر 1 ويل بي ريتن من الكعبه اند هاف سيلم معلقات بين هاند اوف الكعبه. They will hand this on Al-Ka'ba because they are the amazing word in Arabic. Few Arabic. Then go and send people to bring all the magician. قالوا أرجع أي أمهله. قالوا أرجع وأخاه وأرسل في المدائن حاجة. And send people to call out for every magician. So this is the media here. They send people to call in every country, in every village. If anyone know magic, please go, Pharaoh want you. Media. In two parts, in Surah Al-A'raf, verse number 111, 112, 113. Surah what? Al-A'raf. In Surah Al-Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala also speak about the same situation. Verse number 36, 37, 38. So we're talking about the media here. Media was the Prophet Musa alayhi salatu wa salam. For all of Muhammad alayhi salatu wa salam, Ibn Hisham and Ibn Ishaq, in his book, for Sirah, the biography of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said when Banu Tamim came, when a tribe called Banu Tamim, okay, tribe came, the name of the tribe called Banu Tamim. Are you coming to me? Guys, am I in this or no? So the tribe of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, what is the name of the tribe? Banu Tamim. Okay? They came to Rasulullah alayhi wa sallam. They want to challenge Rasulullah alayhi wa sallam. They told him, today we brought our goat and we brought our Buddhist people. And if our goat will you, so we are in the truth. And if our speaker will you, we are in the truth. So Rasulullah is media now, media speaker. Everyone needs to show the other the benefit of the other tribes. The khatib, the speaker of Banu Tamim, he spoke very well. And he said,
And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to have a speaker also. Do you know that? Maybe the first time. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to have a speaker to speak in behalf of the Muslims. This man, his name is Thabit ibn Qais ibn Shamas. Thabit ibn Qais used to be the speaker of the Muslims, the media for the Muslims. He would go out and call for people and would make a challenge with them, debate with them. So Thabit, he spoke very well, more than the first one. But he said, now our time, our turn to let our power speak. The power speak, and speak very well too. After he done, Rasulullah alayhi salatu wasalam asked his thoughts. What is the name of the poet? Hassan, he said. The one he used to say shi'r and to defend the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So Hassan, he spoke very well. So when Karim said, oh, they win us. The speaker is, he talked very well, more than one hour speaker. And the poet, he spoke very well, more than us. So, this is the religion we need to follow. And see, all of this become a Muslim. Just because of what? Media. Media, media, media. You got that? We read in Surah Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala told Rasulullah alayhi salatu wa salam, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرَضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ What happened to this? What is the story behind this verse? Allah subhanahu wa ta'ala now asking Rasulullah to speak out. Speak in public. Oh Muhammad, فَاصْدَعْ, which means speak out. Speak in public, no more secret. وَأَعْرَضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ Don't worry about the mushrikeen. إِنَّكَ فِرِنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ We will protect you from those people who make fun of you. So what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did? Media, media again, media, media. Important, media. He didn't talk to one and two. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he went to Mountain As-Safa. Do you know Safa wa Marwa? Yes, Safa wa Marwa. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam went to Mountain of As-Safa. And he called all the tribe of Quraysh. He named every tribe of Quraysh. And all of them gathered to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. What happened? What Muhammad did not tell us? So Rasulullah alayhi wa sallam said to them, if I told you there is an army behind this hill, when I attack you, are you believing me? He said, yes. You never lied. You are the truthful person among us. And he said, then I am the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala to you. Sallallahu alayhi wa sallam. Abu Kamadar, ila Allah, antum mutalim ila kubbista. قبل أن يعطيهم الخبر قال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا بلى ما جربنا عليك كلمة قط قال فإني رسول الله إليكم قالوا ما بين الضاحك والضار كف على كف حتى ذهب إليه عمه أبو لهب
وقال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فكرنا في حاجة كبيرة وفي موضوع أكبر، يقول لنا رسول الله فينا الرجل؟ فتكفر الله بالرد على هذا الرجل، فأنزل الله تبت يدا إله الله. لماذا؟ لماذا هذه المقدمة الكبيرة؟ لأنني أريد أن أقول لكم ليس لنا إلا الله في هذا الوقت. ليس لنا إلا الله. لأنه مرتين مرتين. لا سيئين ولا فقس يوز ولا 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 ولا. والله ليس لنا إلا الله. والإعلام سلاح مهم. إن لم نملك نحن كمسلمين وسائل إعلامية كبيرة تظهر حقيقة هذا الدين العظيم وتبرز الأحداث الجسام التي تحدث لإخواننا المسلمين في فلسطين أو في أي موضع، سنظل هكذا دون حراك. دوري ودورك. على صفحتك على فيسبوك، على الانستغرام، على كل شيء أنت متصل فيه من وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث، خبر الناس عن الدين، خبر الناس عن هذا الإسلام، كن داعية. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. والوضع الآن إن لم يكن هناك زخم من المسلمين أنفسهم على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وينشروا صفحات وبعض المقاطع التي تقض القلوب وتبكي العيون دما لما يحدث لإخواننا في غزة،